جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ونحن في باب الدعاء والناس في أمس الحاجة إلى أن يتوجهوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى نظرا لما يحيط بهم في كل مساء وصباح، هل هناك من آداب تتفضلون بتوجيه الداعي إليها؟ جزاكم الله خيرا. أشرنا إلى شيء من ذلك. نعم. وأهم ذلك أن يدعو الإنسان بقلب مقبل على الله موقن بالإجابة، لا يدعو وهو غافل ساهي، وإنما يتلفظ بلفظ هو لا يتأمل فيه ويعرف معناه أو يغفل عنه. وكذلك أكل الحلال، الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وقال صلى الله عليه وسلم الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء. وكذلك الاعتداء في الدعاء بأن يدعو على أحد وهو لا يستحق أن يدعى عليه، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو بحصول شيء له من المحرمات والمعاصي. ولهذا يقول جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، قد يدعو الإنسان بدعاء يضره أو يضر مسلما أو يضر أهله وأولاده، فيتجنب المسلم هذه الأمور لئلا يصادف وقت إجابة. ومن آداب الدعاء يتحرى الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وذلك في السجود، إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من الدعاء في السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سواء في الفريضة أو في النافلة. وكذلك الدعاء في يوم الجمعة رجاء موافقة ساعة الإجابة التي قال فيه النبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها لساء إن فيه يعني يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا يدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه، وهذه الساعة في يوم الجمعة لكن لا يدرى في أي، وللعلماء اجتهادات في تحديدها. لكن إذا دعا في كل يوم أو ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة اجتهد بالدعاء، أو في آخر يوم ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، فإنه حري أن يصادفها وهي ساعة إجابة. وكذلك الدعاء في ليلة القدر، والدعاء في يوم عرفة، والدعاء في آخر الليل وقت النزول الإلهي. قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا وقت عظيم يغفل فيه كثير من الناس وينام في هذا الوقت، وربما ينام عن صلاة الفجر، فكيف يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو النجاة لنفسه ويخاف من النار أن ينام عن صلاة الفجر ويفرط في هذه الساعات العظيمة التي هي ثمرة العمر؟ ليس للإنسان من عمره إلا ما استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه الساعات هي ثمرة العمر. أما أنه يضيع وقته باللهو واللعب والغفلة والنوم فهذا خسارة عليه وهو